بعدما سجلت الليرة اللبنانية انخفاضا غير مسبوق أمام الدولار في السوق السوداء لامس عتبة 5000، اتفقت الحكومة خلال جلسة طارئة وصفت بالعاصفة والمشحونة على أن يقوم مصرف لبنان بضخ الدولارات في السوق لإنقاذ الاقتصاد. تدهور سعر صرف الليرة يأتي في وقت تعقد فيه السلطات اجتماعات مع صندوق النقد الدولي أملاً بالحصول على دعم مالي يضع حداً للأزمة المتمادية. دولار 7000 صار للعالم، كيف بدها تعيش؟ ما في حدا عم يشتغل، يلي عم ياخذ ربع معاش، اللي منه عم ياخذ معاش، اللي المدرسة بتقول لك بدها مصاري، المستشفى بدها مصاري، كلته ما حدا معه مصاري، بقى العالم بقى روحت على المهوار يا أخي، شو بدنا نعمل؟ وعلى إثر هبوط الليرة خرجت تظاهرات ضد السلطات التي يتهمها المحتجون بالفساد. وفي وسط العاصمة أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين كانوا يرددون شعارات تتهم حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة بالفساد. إلى طرابلس التي شهدت مظاهرات موازية لتلك التي في العاصمة أمام فرع مصرف لبنان ما دفع بالجيش لتفريق المحتجين بعدما حاولوا اقتحامه ما أدى لإصابة 8 أشخاص بجروح وردود. كذلك سجلت تحركات مماثلة في صور وصيدة حيث أضرم محتجون النار في مستوعبات النفايات كناية عن صوت لبناني واحد من جميع المدن يطالب بإسقاط النظام. والآن مشاهدينا ننتقل إلى مراسلة المملكة من بيروت مي عبد الله. مي، نبدأ بتطورات المظاهرات في لبنان في بيروت وفي معظم المدن اللبنانية، الوضع اليوم. مي، هل تسمعينني الآن؟ مي عبد الله. نعم أسمعك الآن. طيب مي، أتحدث عن تطورات الأوضاع في بيروت وفي لبنان اليوم مع استمرار هذه التظاهرات المنددة بالوضع الاقتصادي في لبنان. نعم، سأبدأ بتطورات الشارع حيث تستمر وتيرة الاحتجاجات بالتصاعد، وبدأت منذ بعد ظهر اليوم مرحلة جديدة من إقفال الطرقات سواء بالسلاسل البشرية التي افترشت الأرض ونصبت الخيام كما هو حاصل في صيدا وكما هو حاصل أيضا في جسر الرينك في قلب العاصمة بيروت الذي بدأت تتوافد إليه الحشود، حيث بدأت التجمعات في ساحة الشهداء أو عبر السواتر الترابية أو الإطارات المشتعلة كما حصل في البقاع وفي مشتى في وادي خالد وفي مشتى حسن في طرابلس. انطلقت مسيرة أيضا في مدينة صور في جنوب لبنان احتجاجا على الأوضاع المعيشية، كل ذلك يترافق مع دعوات للنزول إلى الشارع والتحضير عفوا لتظاهرات مركزية في بيروت يومي السبت والأحد المقبلين. هذا على صعيد الشارع. كانت نتيجة مقررات مجلس الوزراء الجلسة الثانية التي عقدت في أبعبدة بأن المجلس قرر تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المال مهمتها متابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي، وعلى أن تجتمع هذه الخلية مرتين في الأسبوع ويقدم من خلال حاكم مصرف لبنان تقريرا مفصلا عن التطورات وترفع خلاصة العمل بشكل دوري إلى مجلس الوزراء. كذلك كان هناك قرارات مهمة في الاجتماع الرئاسي الثلاثي الذي عقد اليوم في قصر بعبدة، حيث جرى التوافق خلال الاجتماع على خفض قيمة الدولار إزاء الليرة اللبنانية وصولا إلى 3200 ليرة بدءا من اليوم. يعني هذا الإجراء سيبدأ تدريجيا فور ضخ السوق اللبناني من قبل مصرف لبنان بالدولارات على أن يتم خفض سعر الصرف وصولا إلى 3200 ليرة لبنانية. طبعا خلاصة الاجتماع الرئاسي كان هناك تشديد من قبل رئيس الجمهورية وكان له موقف لافت باعتبار أن هذا الارتفاع الجنوني لسعر الدولار كان غير مبرر، وتساءل رئيس الجمهورية هل هي لعبة سياسية أم مصرفية أم شيء آخر. واعتبر أيضا أن ما حصل ماليا في لبنان يتحمل مسؤوليته الحكومة ومصرف لبنان والمصارف وليس المودعين، في حين كان موقف أيضا لرئيس الحكومة قال إن البلاد لم تعد تحتمل خطاط إضافية والمطلوب إجراءات قاسية لوضع حد لأي شخص أو أي جهة تلجأ إلى هذا الأسلوب. إزاء هذا الواقع اليوم أوقفت قوى الأمن الداخلي 6 صرافين في لبنان كانوا يعني يتلاعبون بسعر الدولار ويقودون حملات تهريب إلى خارج لبنان. إزاء هذا الجو العام يعني مراقبين يرون أن هذه الإجراءات بتوقيف
صرافين من هنا أو من هناك أو باتخاذ أو بتشكيل خلايا للأزمة. لا يمكن أن تحل هذه الأزمة ما لم يكن هناك قرار سياسي من قبل جهات نافذة في السلطة بوقف التلاعب بسعر الصرف الذي زاد من تحليقه ازدياد التهريب إلى سوريا، بالإضافة إلى إحداث يعني ضغوط على الخزينة اللبنانية. وكان هذا اليوم وطالب به حاكم مصرف لبنان عندما دافع عن نفسه وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات سياسية للحد من هذا الواقع، علما أن الاحتياطي المتوفر لدى مصرف لبنان اليوم لم يعد يتجاوز 21 مليار دولار، وهو محفوظ لدعم الفيول والغذاء والدواء. وإذا ما استمر المصرف بضخ أموال إلى السوق من دون تحقيق إجراءات سياسية مضبوطة، سيؤثر هذا على الأمن الغذائي والاستشفائي في لبنان، وقد يدفع البلاد نحو الإفلاس. طب مي، نتحدث عن مظاهرات ذات طابع اقتصادي اليوم، إذا ما تحسن الوضع الاقتصادي لن يكون تحسن مباشر ولكن تحسن سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الأيام المقبلة والأسابيع المقبلة، هل هذا يعني بفتور هذه التظاهرات أم نتحدث عن أبعاد قد تكون سياسية لهذه التظاهرات أيضا؟ يعني من الطبيعي أن هناك بأي تحرك في لبنان هناك أبعاد سياسية حقيقية، لكن هذا لا يلغي أن هناك أزمة معيشية واقتصادية مستفحلة في لبنان. خفض سعر الدولار قد يريح السوق اللبناني إلى حد ما، لكنه لا يحل الأزمة بشكل عام. لبنان غارق في الديون، لبنان غارق في العتمة، غارق في المياه الملوثة وفي أزمة النفايات وفي البطالة وفي وقف الإنتاج وفي قلة دعم للمصانع. هناك أكثر من 500 مصنع في لبنان مهدد بالإقفال. المشكلة الاقتصادية غارق أيضا في الفساد وفي تهريب الأموال وفي زيادة يعني الضبط أو ضوابط على أموال للمودعين. المشكلة لم تعد فقط محصورة في سعر صرف الدولار، هو صحيح أنه فاقم الأزمة إلى حد بعيد، لكن المشكلة الاقتصادية لها أبعاد كبيرة لا تبدأ يعني فقط بموجة الغلاء ولا تنتهي أيضا بمحاربة الفساد. لذلك هناك توقعات بدخول لبنان في فوضى عارمة إذا لم يتم فعلا وضع إصلاحات حقيقية تطال تركيبة النظام في لبنان. اليوم أيضا صدر خبر لافت في لبنان، يعني أتمنى إذا كان لدي وقت أشير إليه. السفارة الأمريكية دعت في بيان لها رعاياها ممن يريدون مغادرة لبنان إلى تعبئة استمارة تحضيرا للسفر بدءا من اليوم، علما أن الرحلات مستمرة حتى 19 من الجاري في إطار يعني رحلات التي تنظمها الميدل إيست والتي تغادر مطار بيروت فارغة إلى الدول التي تريد أن يعني تعمل على إعادة اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى البلاد بسبب وباء كورونا. القراءة المحلية لهذا الخبر تعتبر أن هذا القرار، أن الولايات المتحدة غير مقتنعة بسياسة الدولة اللبنانية وبخطة الحكومة للإصلاح، يعني وهي متخوفة على رعاياها من حالة الفوضى التي تعم البلاد ومن ارتفاع سعر الدولار الذي ينعكس أيضا على معيشتهم ومصروفهم الذي تتحمله أصلا السفارة الأمريكية في بيروت، أو تتحمل جزء كبير منه السفارة الأمريكية في بيروت. مي عبد الله مراسلة المملكة من بيروت، شكرا جزيلا لك.